عبد الله إمام مالك عمرك أنك توصارة مسألة لهم حي وحاسا صارة وحي وحاسا صارة وحي صارة كذب وبحل إمام مالك باو حيري كاسوا فقيه خراسان وابن مالك وحكا إذا بغنا ما نرجو لي يعني الشيخ لف لي مسألة ويدي وحد ديدنا أردنا هرتين إنتو وحشان شرحه إنه سناس كان لدنين عالم وشيخ وحشان حيا لكن هذو مسألة لو وحكاها يوم شيخ مدك توسار يوم ولا واصل يا سدا يا ساي ساس وتلمامي على إذا دا عبد الله إنما يددك آد وتعلي علم كيس يا عمل كيس بقى أيوها سأوجد إمامه إمام الذهب في سيري وابن كثير في بدايته وحكو سأرورين أيان لبضبا وحو يمي وحو صامر ما لهم وبيقو كا مركو حوم بدأي هنا وقصوا فافا مركا كالانا وكا دبو غنوضا أيو صامر الرقب على الإلهة هارون الرشيد بايسنا ماشا مري مركو ماشي يمي أيان تطي حقي عبد الله وعربي مركز صادقك كبره كان سيد عبد الله الله اللون الجسمي وسيجده كرك عضي هؤلاء كيو قبي ومولد مده وقبايا هارون الرشيد بعد غضك اكتب اللي له وحيت لي ورمحوها كاسي وحليني وعالم من أهل خراسان ومن عالم وين وكيم خراسان وحيت لي والله تاسع بقرتويا ملك هارون كان أسكب تصور سيد يسوع بقر ما هين كاسا بقرة بيت المامسة حلوة المامة لنا آذو حكمة بضن أقوال ترب بضن وحكمة كنقليا لكن وقت بينه وما في الله هذا إنه علم جيسي ما لها قصور نعفنه يضو وح بضن 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 علماء ضايك الشيخ وسيدة سفيان لو قلنا ررني يحيى بن معين بسأل ولا ويدي بحلى لي عبد الرسال ديو إيه ابن المبارك أيهما أرجح في معمر معمر الراشد كيف كحب بدن وركيس وكلك كحب بدن يلا قادنا يا أنتوا عرضين وقولوا عبد الرسام إيه قرية في المجال دي سموها كفضل بدن ما كان سكوا عبد الله ابن المبارك ما كفضل بدن بودي سقي المجال دي سموها تي بسكوا ضرو لأن العلماء ذا وين سيدا وقدر يبوها ما كان لا يروح بحين تيس وها قف أبوك عنفرا أو وحبهية وينن مالق بين وها هذا ذن هنتدي سو راس مالك وكنت تجارية نسافر بدل وبيع مشتروها إلى أفر بقول أكون حول أبو هيس جري هذا سنة في دخل يس الربح يس عمرا بقول كن ويجاريس بقول كن ودرهم وتركنا دينار لأن سؤال لبي أفرت كيلو ذهبين كمرة أي الربح السوقري شري أنت بقو بحين شري بين هذا لبي أفرت كان كيلو ذهب كعبة صدق ولا بحين شري نن هذا مال قبائل ومركاها هذا أنا استجوا حلا إلى هذا ما لنتين وصل من أين شري هبين كين وتج من أين شري سفرني سوا حلا إلى هذا فاشن آد وبدل مقال شري dadka wuxuu isaga dhigi jiray wax la cunayo laakiin isagu wuu soo maray jiray dadka la socdo wuu sii jiray Fudayl ibn Iyad Ali ibn Fudayl ibn Iyad baa wuxuu warinayaa walaalay aabahay baan ka maqlay waxaan maqlay aabahay oo kule ibn al-Mubarak buu kuleeyaa anta ta'muruna bizuhd wa taqallul wal bulgha wa Abdullah Fudayl ibn Iyad baa Abdullah wa annaga waxaad ma fartaa زهدي إيو أدونك قعنت هذا هنا تكي رئيسا إيو إن أون بلغة لغو قاعدة هنا دات ما دو هذا أنا وحام قوارك أول مركز صوت مكسو مش على بابات سيدة أنا على بابات سيدة أنا أنا سيدة ما دونه هذا سيدة وحيه وحوق جواب مركز يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين بها على طاعة ربي أرنك وحام الصمية إنا وجهك أقول إلى شرف شرفت إذا إذا أقول نوره إلهي عبادة دي سنة أنا قرقار سده ضدك ووجه علي وحسين شري وحيوبا ما يبالي لها علماء
هي طلبة العلم أدبو كرامين جري أدبانو حلولين جري علماء أدونك جوكتور نبو حرانين جري خبر كود مركلة أي فضيل بن عياد بو حكيري لولا أنت وأصحابك ما تجرت أدقى يرقى اللهم دي هداني دوني دا كون نولي ما باع مشتريين بولي ومحوغة جيدا يعني وحو شقيني وحو شقيني علماء دا ينو سيدة اللي تلقي مركا فضيل بن عياد أدقى يرقى كونك ما هداني جوغي لهين تجارب ما سمعين بولي وحل إلى هذا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد باوصو قليبا لي عبد الله بن مبارك ووجهي سايكم وغطئن لي بحيثته مركي وكب حي أيو أفر كونو الدرهم كدب الدرهم مركي سوق بيرنا وغضب مريض لي وفتى خلى من ماله ومن المروءة غير خال أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال رغي ركب يور راعي ولي و نمنا اللي يرى وهنتدي سكب حضي لكن مرؤدي سشرفتي سيلا شرعيا انت انا دوحوي دي سندد بانكو سينيا سيان سؤاشة اللي نمدى لك غير علي مولي وحلة الماما المصيب بن الواضح باوح ليه ابن المبارك يا وحود ري ابو بكر بن عياش الشيخ اللي ورجل محدثك افركون ودي الحب مرسوح قولي سد بها فتنة القوم عنك دخلوا إن الدين تكافئني سقى علمي يعني هنتد حب بوقي من جري إلى حد ما قال دي سيف كم إذا إلى هذين عبد الله وحوله حبوك قلوب حب بوقي مساعي هذا كان قرابة دي ما لها كانوا سيم وإذا حوله مرسوح قولي ورياده رجبا جري حديث النبي قال برتاي ودخلوا بباهين جي وهذا شقته كان علمي قال لوالي سيدا وقال وحر ربا بولي كوا هدين وكتقنو دي علمي قيبا ضيع ميا وحر ربا سؤال شدد كينا كغني يارو سي لحلك النبي محمد وفافق لي يعني وحوش قيسني وحيهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لحلك سوسي وفافو دد كفافنا يين أنا أبا هني هنا يا ماما رح بريان ما عد كلام بريان أما هنا شقتا كانوا كمشغولان وحي دقا يسان أبا هني ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بس العلم نبي نبقى ذا شيء نوحك في عن قرن ما يعلم والله فافيه مرة دي علم قفافي انتي سي حتى أباها طيب أنا مصروفي يا مولي علماء عصري كما شوفته عجبه سواحا كم ذا سواح بحنية أي غريب جري وحيدا ذا حجب الربيون تقوم دبتنا خير مروه موحولي وريا سنة كان حجك قبانية دي هدي لما قلع عبد الله حج سنين ندخوا راعية سنة كان حجك تقية وانس راعنا داد باوي موحا لنا نونا وحج سنين وحولي قفوة لبن نفقني سيحيني مر هدين وصودا راعين بس كل ناري بين وضا مقامينا مر كان قفوة لبن نفقاتي وكنت لنقلي سن هيني بو حولي بان لو ودني بو حولي هنتو قاطع وقفوة البكيش قاري وقولي ديبو مقعي سكوكوري دابا تنسدوه بكو غفله وكتب حوله ديورنا انت قف والبكا قاعد الصندوق كحلي بس كتب وحو سكري وحي لفولي لها مروى لغم حي وقال سوسع لباري غورنا حل يمي ماشا لين هذا بغداد انت هو النفقين يور راشيك هو وفي يعني حلود وحا وفي عبو سيني بغداد بكي اللي يمي بغداد وعاصمة المسلمين تا أيوه حيودي قفوة لبنرك وحوفي عنك صغات زي ودقوح بضم على قاتل دابا تنوى الله صعبة ما قال دي مدينة هيد بالليين مدينة مركي الليين اي مدد يتشوغانا كبا حيا موحولي وارنو ولو بعيا القاقي بحيك صاعبنا وكانت سوى بحسين بحي مدينة موغا كيما الليين نوى لبو حبو شاكت بحيبو وذيبي دابا تنوى الله كبا حد مكان لتقل حتى كما قيل لنا ما يستوى هذا سويا يقول لنا ولو ضع مرطة اللي بحيك موتر ما كان نوغا كان مركا تكتر وحايا وحاسا لي انتي بو ايبي والا النوضة مروا لغو النوضة ما كان نحن الاسيس علي ايو قلدنا يقول لنا ما كان بجاج توردن قريه هذه هلا نورا ذا ايو البابده اللهم وحيو والبابده يسي هلا غير بير قرأ ايو
قريه هنا أنت يدك كل أحد سوى سعدين بل لو ذا ربير قريه ماشي مركي اللي يمي صدع عشال تشوغي مقالة دودي أي وليمة سمي عنو سمي ذاكي ويسوي يمي عنادي بالله عني نرقو وذا سيئي ولا وذا نرقي كذب يولي صندوقي لك علي صندوقي بالله كار انتو فوري أيو حولي هذا ونو ولا أبا باشا مقع عقوق ريا كلبح أنت إذا هذا النوم والأبا وحي مقع عقوق الراء كلبح مر كلبح لأن هذا هو حجيبي حجكو وقعي مدبر كيسو السعودين أي شبرة أي ستين ما شبرة بخطبة مر كي بخطبة يبو أيو يلي مزبلة دا سكتورة يلكو دافة دا الغطورة تخلي أبو كي رحمة وهم بو أركي إنا يروا كصوب هذا يقولي وأنت كدا فدي تبي شبرتي بختي هاي كلام أحلاي تبي تناو طبق على وأتري قولي ودي بوتك وحدي محاجرة سو حجرة هاي ترى أنا جي ولا لك يا يربا هل كم نور هل مران وضع هاي سنة لا بد يروى ظروف تام كون الله ينبختي جوا نو حلا أباه يحولوا لها بيتري دبتنا أباه ينت الله نعيب الله دلي سجين مرك حولينا ولا قد نعيب سنة ولا دلي أنا جونا بحب ما هي سنة مرك الله ذي اللي سعد تيبو ورو دري نكيبو يري سوع اللي هو حيا يبو سيدنا يهونا نكي وكيل كابو حقو يري حول محيم هاي سنة بلتري نكيبا تيري يقول كن دينار بيبو سيدنا كن دينار كن دينار وردو كيلو يدهب أفر كيلو يدهب ما لها وي كن دينار بين سيدنا بي مركز يقول كن دينار أين سيدنا أن لبعتن إنو غصان بي لبعتن دينار إنو غصان انت كلاه قبرنا يويل كسي بيوش إنا قال لبعتن كاسي sahay way noogu filay inay marwadi bugaadmo dibu ku noqono sanadkan xaj ma jiray buu ila wada noqonay waafiqi yani xaj sunnaa ayu iska daayay marku arkay dad muslimiin oo baahan hantidii intu ku wansiiyay ayu ila sanadkan xaj ma inay inaga inay celiyo 20 dirham buu kala hada bahalatil mama safaradu galo dadkii raaci ismaaciil ibn uyaash baa wuxuu leeyahay سفر بيكوح قصي ما دين مصر بيكي ما دين وما كيكو سوى سعودين انت يدحد سوى سعودين ودن الخبيس مسين يقول الخبيس هذا واحد ود مر ايو سبق ايو واحد من ذلك سبعي انت يسوى سعودين ودن تاسو سين يقول سورا وصامرا سورا وصامرا دخرا كاسو سين بركا يكور رميا واحد بحيتي سوى حيدا هذا وحا عادتي سأهان جرتي انو دقال هذا كقايب قرار ثغرات كما يلاحظ وفيش ذات المسلمين تي رومانيس كي سكود اللي يبو تجيشن مقالة ترصوص اللي يلاحظه إيو مصيصة لما دا سوين تبدن تجيشن يبين هذا ترصوص بو تجي ترصوص مركو تجي أيو مال رقاء ما لها وبيو كبوحو خاب كويا لخاك وحلو رجل ما لها مرتدو دكتو هل كان مكفن هدك ضيه هنتي الله ذا واقع دير ما يجري ما لها كريا لكن مقالة دو يدا بسي ترتين ما لها الله تلقى لها مرتدو دكا هيني دكا meel khaan dagi jiray oo soo dagay waxa jiray jiray wiil dhalinyaro markuu meeshay waday tuu yimaado cilmi yar ka barto oo nasi adeega inta uu ku sii socdo dagaal isagoo meeshii jooga ayaa nafir ruuxu dhawaaq dagaal loo soo baxo dabeytana markii uu baxay wiilkii muu arag markii uu soo noqday ayuu yidhi warni wiilkii hebel loola jiray meel marka sayidaa den wuxuu xidhay oo maxaa dhacay 10 kun oo dirham baa lagu leeyo dayti miska bixin kari waay dabeetana ninkii daynta lahaa waa xidhay oo wuxuu xidhay wuxuu raadiyay ninkii daynta lahaa ku yeeyay ninkii buu soo helay dabeetana wuxuu xidhay dhageyso imisa ku lahay ninkan ugu kaaga xidhay 10 kun oo dirham buu yidhi 10 kaaga kun oo dirham waa kuwaas buu yidhi anigana انت انا لا تفنى هي شيء انا كان هو شيء
dabeytana si aan looga ogaanin habeenkiina uu ka guureeyey ama magaalada uu ka baxay waagu markuu baryana ninkaas sii daabuuyay ninkii lacagtiisii muuqaatay waagii markuu baryay buu sii daayay wiilkii dhallinyarada ahaa iyo la soo daayay waxaa la yidhi cabdillaahi ibnu mubaarak baa magaalada soo maray oo mee rasaalada uu baxay uu ka daba baxay cabdillaahi uu ku gaadhay meel dhexe isagoo u cudur daaranaya inaanu u imanin door karo caygaa markaasuu cabdillahi ku yidhi yaa fanta ayna kunta war xaggaad ku maqnay kumaan arag intii aan magaalada joogay dayn baan u xidhnaa buu ku yidhi oo see lagu soo daayay wuxuu eegaya bal ninkii inuu wax ka sheegay kale ninuun baa yimiyo dayntiiga bixiyey buu yidhi waa la soo daayo ninkiina garan maayo faxmid ilaah dee ilaahay u mahadnaq mar haddii adiga lagu soo daayay cabdillaahina markuu dhintay kadib baa la sheegay qisadiisa tan waxay tilmaamaysaa isagoo wax bixinaya haddana siduu ikhlaas badnaa ee aanu nin baa u yimi baa layidhi markaasuu yidhi deen baa laygu leeyay cabdillaah iga bixi markaasuu yidhi waa imisa markaasuu yidhi waa 7 boqol waraaq buu qora miduu wakiila buu ugu dira wuxuu yidhi ninkaasi lacagta ka bixi ninkani 7 boqol buu sheegtay waraaqdii cabdillaahi 7 kun buu ku qoray qalimkaa ka booqay 7 kun buu ku qoray ninkii baa waraaqdii qaatay ninkii buu geeyey ninkii wakiilkaaba wuxuu ku yidhi waraaqday kuu soo maray cabdillaahi oo maxaad ku tiri 7 boqol oo dirham baa laygu leeyay iga bixi baa ku yidhi markaa 7 buu soo maray waraaqdii buu ee markaasuu arkay inay 7 kun tahay wuxuu arkay wax albayi ninkani wuxuu leeyay 7 boqol baan cabdillaahi weydiista u yidhi iga bixi fariin buu soo diray cabdillaah la saaray cabdillaahi wuxuu ku yidhi ninkii wuxuu ku weydiistay 7 boqol adna 7 kun baad u soo qortay wixii aan hayeyna waa madhanayaa haddaan ninkan waxba siiyo wuxuu yidhi waan dhegayso mar haddii qalinkaygu qoray la celin maaye amba cimrigii dhammaaye yaraha iska marantee sii buu ku yidhi ninka 7 kun sii buu ku yidhi waxaa la yidhahdaa cabdillaahi markay wax bixin noqoto saasuu ahaa dhan kale marka la eego siduu haddana u ilaalinay waxbaana u jihaad tegay markaasaa niman suufiya oo culamo zuhaad yacni ah ayaa rabay iyaguna inay jamaacada dagaalka galaan ku tatawucaan mana ay rabaan iyagu nimanka kale in cidi wax siiso markaasuu wuxuu damcay nimankan sidii wax u siin lahaa wiilkiisii buu yeedhay wuxuu yidhi kaale distii ii keenay waa loo keenay dabeetana wuxuu yidhi mara ku dabool waa lagu daboolay nimankii buu yeedhay wuxuu yidhi waryaane dhegaysta waxaan rabaa wax barakadu ku jiraan la weyn inu cunada isku darsanno nin walowba distigaa daboolku saaray gacanta geliyo wuu haadsaatay ku rid distigii baa daboolka inta laga qaaday nin waliba wixii 10 dirham 20 dirham waxbay ku gurgureen waa lagu wada guray mitaba ku ridiy 20 ku ridaba dabeetana inu wadaya buu intii la socday oo dhan isagaa bixinaya wixii la cuno markii la gaadhay almasiisa waa meel ku taalla turkiga hadda markii la gaadhay ayaa uu yidhi wareedhaha hadda bilaadu nafiir bay buu yidhi dee dagaalka loo kala yaacaya ma wada socon karayno wixii inoo soo xaday baynu qaybsanayna markaasaa la yidhi waaya dabeetana 20 buu siiyey dirham nin baa uyama wuxuu yidhi shah meesha ba 20 baanu ku ridnay waa maxay 20-20-ka waa adigu mujaahidka xoogiisa haddii alla barakeeya maxaa ku diidaysa mujaahidiin baa haydano ilaahay ma barakeeyey intii nina waa soo cunteen intanna way soo hadheen 20-20-kiina qaata buu ku yidhi idan cabdillaahi waxaa nin aada u deeq badan markay deeq noqoto markay noqoto cilmina nin cilmi badan markay noqoto cabsi ilaahay nin cabsi badan الفضيل بن عياض نخين ونقانو عبادة سدو وعن بحي باو حليل رب هذا البيت ما رأت عيناي مثل ابن مبارك إله كعبة لا قلنا أرتين إشي دولي ما قبن بولي ابن مبارك وحلمنا ابن مبارك وهي علماء قارين هذا سنة نو حج جري سنة ما وجهات جري خير كأن وحمد نافان من ربين هجد waxaa u geeriyooday isagoo jihaad ka soo noqday magaaladii la yidhaahdo Furaad ku taalla webigan Ciraaq mara ku taalla ayuu ku geeriyooday baa la yidhaahdaa isagoo dagaalka soo noqday dagaalka ha dagaal galay siduu ahaan jiray
وحان جري قبطة تقال للرقة مبارزة وضحة. محمد بن المثنى باو حلية عبد الله بن سنان باو حيري وحن لسعني عبد الله بن مبارك هي معتمر بن سليمان ترصص بان كده قال الله مكسال قيدي ولا يدي دقال ويا صباح وابحنا لبدي صف باي صف تبيو الرومانيس هي مسلمين تي مد قال هذا كم إذا بصباح يوحي يا يصباح يا كيف صباح ما قد لا يا مسلمين تكم إذا يا صباح يا بولي مركو لحد لي أو لبدا صف لحد هذا تبخر سمين أيوه وعنو بحد اللواي أي ابن مباركي يا ريبو يلي وحولي وريال أنا بحي أهدي أردن تو سيدا يا سيدا يا سيدا دردارك هو هي دبتنا فرس كي سورة دبدي سيبو نقاتي كيما يساعد سهيستين ساعد كدي بوكا تخلصو ديلي مركو ديلي أيو ليح كدب بيهين ديلي مبارزة دي مركو عيدو صوب حدا لواي أيو دبدي سيبو شاكو نفتو عرارة هو عرّي وهو رمينا الله بقرني دبتنا صفقوا حاجة دبكة صوغلك دبتنا نكتو لقر ترموه يموه حكويري لين حدثت بهذا أحدا وأنا حي إنك أبو وركا حداد شفتاني قول نول والبدين وخلاني مانينا يعني إنك مبارزة أو بحية ملثة بوها أنتو إسخريو وطاق الله والحقا لديلو أيها دار الرمينين لوقادو عبد المروز زبايسنا وحشاقي بلاد الروم قايدو دقال لو تقامر كي الله يسوس وبحي أي أن الروم يدد كي الله دبا تنوح وبحي عبد الله بن المورام قا وبحي وملثمة عبد الله هكا تخلصي دبا تنين تسوع الرسو قلي أي يدد كي دبيا عرسي وقادان وكاسو كم كي مردي سيسكو قرية وحليه أنا إنت عمومي سيانو وقادان كفي لي ويري مردي يري دي وسكو قريني وكاسو إنتو عرضو وحي وأنت يا أبا عمر ممن شنع عليه هذا هو مكوة معيبين يا وخيك فافن هي أيات كم تهيب له يعني قوب دقال لو حلا إذا هذا وحاها من موقضة والدقال يهانا وأنصفه كجرى للجميل قم يمرك نقطه من قبيايا وآذ قبي موحا إنك استوحك قبيا أي خير كون هاجرتي وأنو وحم معك قبي جرين عبد الله مركا انه رشي سمركا انه ايغنو كتب ضبو قري مركا قرالك يا علم قال له ايغو ونكي وهر يا كتاب 40 حديث قري وحده ونكي وهر يا كتاب جهاد قري وحده ونكي وهر يا كتاب زهد يا رقائق قري كتب تاسي قروا مطبوع ديوان كيسي قبل هو مطبوع كزهد يا رقائق هو مطبوع كجهاد هو مطبوع لكن كتبتي سيدي وغبطني دوري يكتب كتاب الشيخ مسند قولها حديثه لما طابعين لما جسوك من المكتبه الظاهريه يا لما الى هذا عبد الله يرحم سوكو بين وقتك قبل قباه وحوها نن وحيقف بنا ادم اللغو امانه هدي علمتي هدي حديثتي هدي فقهتي هدي زهدتي هدي ورعتي هدي جهاتي هدي ادب يا اخلاقتي هدي نحوتها هدي لغتها هدي فصاحية شعرتها هدي قيام الليل هدي حج